بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الخيار، والمراد بالخيار هو طلب خير الأمرين، ويرد الخيار عادة بعد ذكر الشروط، لأن الخيار يتعلق بالشروط من جهتين: أن الشروط تنعقد في زمن الخيارين، والأمر الثاني أن من أنواع الخيار خيار الشرط وخيار خلف الشرط. نعم. وهو أقسام. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أقسام الخيار، وقد أورد في هذا الكتاب تبعا لأصله وهو المقنع 7 أقسام، وبعضهم زاد أكثر من ذلك، وسأورد بعض ما زاده غيره. الأول خيار المجلس. بدأ المصنف بخيار المجلس لأنه أول أنواع الخيار ثبوتا، لأنه يثبت من حين التعاقد مباشرة، ويثبت في كل العقود إلا ما لا يدخل فيه العقود، ما لا يدخل فيه الخيار كما سيأتي في كلام المصنف. الأمر الثاني لأن خيار المجلس ورد النص بتسميته خيارا، فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يثبت في البيع. قال يثبت في البيع، أي أن خيار المجلس إنما يثبت في البيع دون غيره من العقود. والمراد بالبيع هو كل ما كان في معناه، ولذلك فإن هناك عقودا يكون فيها معاوضة فتكون بمعنى البيع، مثل ما ذكره المصنف وهو الصلح، لأن الصلح نوعان: صلح بمعنى البيع، وصلح بمعنى الهبة والإسقاط والإبراء. فما كان في معنى البيع فإنه يدخل فيه الخيار، وكل ما كان كذلك كالهبة بقصد الثواب فإنها بيع ونحو ذلك، والإجارة أيضا فإنها بيع. نعم. والصلح بمعنى، قول المصنف والصلح بمعنى تحتمل معنيين: المعنى الأول أن المراد أنه يقول إن الصلح بمعنى البيع، وليس هذا المقصود، والمعنى الثاني أن يقول إنه يدخل في الصلح الذي بمعنى البيع، فيكون حينئذ نستفيد أن الصلح أنواع، منه ما هو بمعنى البيع ومنه ما ليس بمعنى البيع، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل باب الصلح، وأن الصلح ليس عقدا منفصلا وإنما هو يؤول إلى أحد العقود، فقد يكون بيعا وقد يكون غير البيع كالإسقاط والإبراء ونحوه. نعم. والإجارة. قال والإجارة، وأطلق هنا الإجارة، وسيأتي في الخيار الذي بعده أنه خص الخيار بالإجارة التي تكون في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإنما أطلق في خيار المجلس لأن المجلس عادة يكون قصيرا فتنقضي فيه مدة خيار، فأطلق فناسب الإطلاق. والصرف. قال والصرف والسلم. والصرف والسلم يدخل فيهما خيار المجلس، وكل وضابطه قالوا إن كل ما كان القبض شرطا لصحته فإنه يدخل فيه خيار المجلس كذلك. إذن ضابط ما يدخل فيه خيار المجلس أمران: البيع وما في معناه، أي البيع وما ألحق به من العقود كالبيع كالصلح والإجارة، لأن الإجارة بيع منافع مؤقتة. النوع الثاني كل عقد شرط لصحته القبض فإنه يدخل فيه خيار المجلس. دون سائر العقود. قال دون سائر العقود فلا يدخل فيها خيار المجلس كالنكاح والخلع والطلاق والشركة وسائر العقود الجائزة كالكفالة أيضا، وسائر عقود التبرعات كالوقف والهبة، فإنه لا يدخل فيها خيار المجلس، بل إنها تثبت من حين التلفظ. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. نعم. بدأ يتكلم متى يبدأ الخيار ومتى ينتهي، فبدأ في ابتدائه فقال ولكل من المتبايعين، ومن في معنى المتبايعين كالمستأجر والمؤجر، والمصطلحين إذا اصطلحا على عين بغيرها ونحو ذلك. إذن ولكل من المتبايعين ومن في حكمهما في عقد الإجارة والصرف والسلم والصلح الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. الدليل على أن العبرة بتفرق الأبدان قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال ابن الأعرابي تلميذ أبي داود وهو من أئمة اللغة والحديث والسنة معا، قال رحمة الله عليه: قال التفرق بالأبدان والافتراق بالأقوال. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالتفرق فدل على أن العبرة بتفرق الأبدان، وهذا معنى قوله ما لم يتفرقا بأبدانهما. طيب، عندنا هنا 3 مسائل. المسألة الأولى أننا قلنا ما لم يتفرقا،
يدلنا قول المصنف ما لم يتفرقا أي إذا كان التفرق بإرادتهما، وأما إذا كان التفرق كرها فإنه حينئذ لا ينفي الخيار. كذلك في معنى الكره إذا كان التفرق حيلة لإسقاط الخيار فإنه لا يجوز التحيل لإسقاط خيار المجلس بأن يتعمد أحد المتعاقدين الخروج قصدا لإسقاطه لما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وأما ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقد كان اجتهادا منه ولم يعلم النص. المسألة الثانية في قوله ما لم يتفرق عرفا، أن ضابط التفرق هو التفرق العرفي، والتفرق العرفي يكون بأمور. على سبيل المثال أورد الفقهاء أنهم إذا كانوا في مكان محاط فإن خروج أحدهما من هذا المكان المحاط كالغرفة والبيت يكون حينئذ تفرقا، أنهم إذا كانوا في دار فيها علو وسفل فالرقي لعلو الدار أو النزول لسفلها يكون حينئذ تفرقا. قالوا أيضا إذا كانوا في صحراء فإذا استدبر أحدهما الآخر ومشى خطوات فإنه يكون مستدبرا، فإنه يكون مفارقا لصاحبه وقد يكون تفرق بأبدانهما، وهكذا من الصور التي أوردها العلماء وهي كثيرة جدا. الأمر الثاني عرفنا الآن يعني صور للتفرق، والتفرق يكون بالعرف مرده إلى العرف، ولكن هذه من الأمثلة التي أوردها العلماء. هناك ما يقابل عدم التفرق أن الفقهاء يقولون إن النوم لا يكون تفرقا، وأن يحجز بين المرء وغيره حاجز يمنع الرؤية من غير خروج من الغرفة أو من الدار لا يكون تفرقا، فلو فصل بينهم بحاجز كهذه الحواجز التي تكون في المستشفيات ونحوها فإنه لا يمنع أو لا يسقط خيار المجلس. نعم. وإن نفياه أو أسقطاه سقط. يقول الشيخ وإن نفياه بمعنى أنهما في أثناء العقد نفيا الخيار فقال لا خيار بيننا، أو نفياه لأحدهما فقالوا لا خيار لفلان دون فلان، فيقولون إن هذا يسقط الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون بيع خيار، أي بيعا نفي فيه الخيار، فإذا نفي الخيار فإنه ينتفي. قال أو أسقطاه، أي أسقطاه بعد العقد في أثناء المدة، إما أسقطاه عن جميعهما أو أسقطاه عن أحدهما فإنه يسقط، لأنه من باب العقود من باب الإسقاط بعد الثبوت. نعم. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار آخر. قال وإن أسقطه أحدهما عن نفسه بقي خيار الآخر، لا يلزم من سقوط خيار أحدهما سقوط خيار الثاني. وإذا مضت مدته لزم البيع. لأن الحق له ولا يتعداه إلى غيره. نعم. وإذا مضت مدته لزم البيع. قال وإذا مضت مدته أي مدة الخيار لزم البيع، أي أصبح البيع لازما حين ذاك. معنى قوله لزم البيع أي أنه كان جائزا في مدة الخيار، فيجوز لكل واحد من المتبايعين أو من في حكمهما فسخ العقد من غير الرجوع إلى الطرف الثاني. وإذا انقضت المدة وهو التفرق بالبدن أو نفياه أو أسقطاه وهي الأمور الثلاثة التي ينقضي بها الخيار خيار المجلس، فإنه حينئذ يصبح البيع لازما ولا ينفسخ إلا بالإقالة. قبل أن ننتقل للخيار الثاني ذكرت لكم أن المصنف ذكر أنه ينتهي الخيار بثلاثة أمور، وهو التفرق بالبدن ونفي الخيار عند إنشائه وإسقاط ذلك الخيار. هناك أمور أو أمر خامس وهو إذا مات أحد المتعاقدين فإنه يسقط ولا يقوم وارثه مقامه. سنتكلم عما يرثه الوارث وما لا يرثه إن شاء الله في قاعدة منفصلة. نعم. والثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة. بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من الخيار وهو خيار الشرط، وأريدك أن تنتبه لنوعين من الخيار متشابها. هناك خيار يسمى خيار الشرط سنتكلم عنه الآن، وهناك خيار اسمه خيار خلف الشرط أي تخلف الشرط، وسنورده في آخر أنواع الخيار. نبدأ في خيار الشرط. المراد بخيار الشرط هو أن يشترط الخيار، وأما الخيار خلف الشرط هو أن يشترط شرط ثم لا يتحقق ذلك الشرط. إذن خيار الشرط قال هو أن يشترطاه، يعني أن يتفق على اشتراط ذلك الشرط في العقد، أي سواء كان في أثنائه أو في زمن الخيارين
أو قبله بيسير ولم يأتي ما يقطعه. وهذا معنى قول المصنف أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، أي لا بد أن تكون المدة معلومة، فلو كانت مجهولة فإنه حينئذ لا يصح ذلك الشرط. قال ولو طويلة. قوله ولو قيل إنها من باب التنبيه، وقيل إنها من باب الإشارة إلى خلاف الجمهور، لأن الجمهور كأبي حنيفة والشافعي لا يجيزون خيار الشرط فوق ثلاث، وأما مذهب أحمد فإنهم يجيزون الخيار مطلقا ولو كان أكثر من ثلاث خيار الشرط. نعم. وابتداؤها من العقد. نعم. الدليل طبعا على خيار الشرط ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يغبن في البيع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا أراد أن يتبايع لا خلابة أي لا خديعة، ثم يكون له الخيار حينئذ ثلاثا، فهذا هو اشترط أن يكون له الخيار ثلاثة أيام عند كل بيع يشترط فيه ذلك الشرط. نعم. وابتداؤها من العقد. قال الشيخ وابتداؤه من العقد، أي أن خيار الشرط يبتدئ من حين التعاقد ولا يصح أن يكون يعني بعده بفترة، وإنما يكون من حين العقد لكي يعني يكون متصلا من إنشائه. وإذا مضت مدته أو قطعه بطل. طيب. يقول الشيخ وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. يقول الشيخ إن انتهاء مدة الخيار ينقطع ينتهي بأمرين، إما بانقضاء المدة أو بقطعه بأن ينفي من له حق الخيار حقه فيه ويسقطه، هذا معنى قوله قطعاه أي أسقط من له حق الخيار خياره. قول المصنف وإذا مضت مدته، مدة خيار الشرط لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون إلى أجل بأن يقول إلى يوم الخميس مثلا أو إلى رأس الشهر، فيحدد أجل بعينه فيكون هذا هو مدته. الحالة الثانية أن تكون بمدة مقدرة كخمسة أيام أو ستة، وتجوز صورتان معا. نعم. ويثبت في البيع. قال ويثبت في البيع، لأن البيع مثل خيار يثبت فيه خيار مجلس فيثبت فيه خيار الشرط كذلك. والصلح بمعناه. قال والصلح بمعناه أي إذا كان الصلح في معنى البيع فإنه يثبت فيه، وتقدم الحديث عنه. والإجارة في الذمة. قال والإجارة في الذمة، صورة أن تكون الإجارة في الذمة أن يأتي الرجل إلى خياط مثلا فيقول استأجرتك لتخيط هذا الثوب، فخياطة هذا الثوب في الذمة، بخلاف إذا كانت الإجارة ليست في الذمة وإنما لعين كاستأجرت هذه الدار شهرا، فهذه سيتكلم عنها في الصورة التي تليها. إذن الإجارة التي تكون في الذمة وهي إجارة العمل فهي يجوز فيها خيار الشرط. لماذا يجوز فيها خيار الشرط؟ لأنه يجوز له أن يكون فيها يعني غش وغبن، ما نقول غش وإنما يكون فيها غبن، فيجوز له أن يتراجع عن عقده هذا العقد قبل البدء فيه. نعم. أو على مدة لا تلي العقد. قال أو على مدة، أي إنما يجري خيار الشرط في نوعين من العقود الإجارة، العقد الأول وهو الإجارة في الذمة التي تكون في الذمة وليست إجارة للعين، أو استئجار العين بشرط أن تكون على مدة لا تلي العقد، مثل رجل يأتي لآخر يقول استأجرت بيتك عام 1440 أي بعد سنتين ما بعد بدأت، هذه لا تلي مدة العقد. أما لو كانت الإجارة لعين تلي مدة العقد فلا يصح فيه الشرط. صورة ذلك يقول استأجرت بيتك هذه السنة ولي حق الخيار شهر أو شهرين أو ستة أشهر، يقول لا يصح هنا اشتراط شرط الخيار. قالوا لأن هذا الشرط يؤدي إلى فوات بعض المنفعة، وإذا فات بعض المنافع المعقود عليها فإنه يكون استغلال لها من غير تحقيق العقد، حينئذ لا يصح هذا العقد أو فلا يصح هذا الشرط. لا يصح هذا الشرط. طبعا هنا بس ملاحظة، هنا المصنف فصل في أنواع الإجارة فذكر نوع الإجارة هو الذي يدخل فيها خيار الشرط، بينما في النوع الأول أطلق فقال الإجارة. وللفقهاء من المتأخرين مسلكان، بعضهم يقول يحمل هذا التقسيم على الأول فيقال إن هذا متعلق بالأول دون الثاني فهو متعلق فيهما معا، وهذا مشى عليه الخلوتي. وبعضهم يقول لا، إن الإجارة مطلقا يدخل فيها خيار مجلس لأن خيار مجلس قصير
وتفويت بعض المنافع بالإجارة العين التي تلي العقد قليلة جدا، من استأجر من آخر بيتا وبدأ من حين التعاقد، فمجلس غالبا يكون مدته قصيرة جدا ساعات، فلا يكون فيه تفويت المنفعة كبيرة جدا وفيها ضرر على أحد المتعاقدين. طبعا هنا من الأمور التي يجري فيها ولم يذكرها المصنف السلم، وذكرها في السابق، فالسلم أيضا يجري فيه خيار الشرط، وما عدا ذلك فإنه لا يجري فيه الخيار مما ليس في معنى ما سبق، يعني كسائر العقود الجائزة مثلا كالشركات والكفالة وسائر عقود التبرعات لا يجري فيها خيار الشرط، وكذلك أيضا النكاح والطلاق لا يجري فيه خيار الشرط. نعم. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. نعم، يقول ويصح أن يشرطاه لأحدهما دون صاحبه، لأن هذا الشرط كما ذكرت لكم يصح شرط منفعة لأحد الطرفين إما للبائع أو المشتري، ويجوز لهما معا. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. نعم، ذكرت لكم قبل قليل أن خيار الشرط إما أن يكون إلى أجل وإما أن يكون إلى زمن محدد بالمدة. هنا بدأ يتكلم عن التحديد بالأجل، فقال وإن قال إلى الغد أو قال إلى الخميس أو قال إلى الليل، بدأ يتكلم هنا عن متى يعرف بدء الأجل. الفقهاء دائما في المدد والآجال يتكلمون عن قدرها، فعلى سبيل المثال لما يتكلمون عن اليوم يقولون إن اليوم يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، هذا هو اليوم، هذا مفيد في معرفة الآجال. وإذا قال اليوم باعتبار المدد فهو 24 ساعة، فإذا كان قد قال يوما كاملا فلو تعاقد الساعة الخامسة فالغد الخامسة يكون قد انتهت المدة. هنا بدأ يتكلم المصنف عن قضية الأجل وكيف يعرف الأجل، فقال إذا قال إلى الغد أو إلى الليل يسقط بأوله، وحينئذ فلا يدخل الغد ولا يدخل الليل في وقت خيار الشرط، لأن الحد لا يدخل في المحدود إذا لم يكن متصلا به اتصالا حقيقيا كالمرفق. وهذه قاعدة لغوية أطال عليها ابن عبد الهادي، ورجح ابن عبد الهادي في زينة العرائس أن المذهب أن الحد لا يدخل في المحدود إلا إذا كان متصلا به اتصالا حقيقيا وكان من جنسه كالمرفق، يكون جزءا من اليد. لكن لو قال الذراع إلى المرفق فهو ليس من جنسه، فحينئذ لا يدخل معه، فالحد لا يدخل في المحدود في هذه الصورة. نعم. ولمن له الخيار الفسخ. نعم، هذه هي نتيجة الخيار، وهو أن لمن له الخيار الفسخ وقت ما شاء ولو من غير وجود سبب، ولو مع غيبة الآخر وسخطه. نعم، فلا يلزم حضور الآخر ولا يلزم رضاه. والملك مدة الخيارين للمشتري. نعم، يقول الشيخ والملك مدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري، وسبب ملكه إياه هو بسبب العقد، وحينئذ فلو تلف فيكون من ضمانه والنماء يكون له. نعم. وله نماؤه المنفصل وكسبه. يقول الشيخ وله نماؤه المنفصل، المراد بنمائه المنفصل طبعا النماء نوعان، نماء منفصل ونماء متصل. المنفصل كنتاج الغنم والثمرة والكسب التجارة، وذلك قال وله نماؤه المنفصل وكسبه، كما لو كان مثلا دابة فأجرها كالغلة أو عبدا واكتسب، فإنها يسمى نماء منفصلا. النماء المتصل كالسمن والصوف قبل جزه، وهكذا يسمى نماء متصلا. النماء المتصل دائما يتبع العين، فإذا فسخ العقد عادت العين للبائع ويعود معها النماء المتصل. وأما النماء المنفصل فإن هذا النماء المنفصل إذا كان حاصلا في مدة الخيارين فإنه يكون للمشتري، لأن النماء تابع للضمان والضمان عليه، فحينئذ يكون له النماء. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. نعم، هذا مما يترتب على مدة الخيار، قال أنه يحرم ولا يصح تصرف أحدهما أي أحد المتعاقدين في المبيع وعوضه. العوض هو الثمن المعين، قال وعوضه المعين أي الثمن المعين بخلاف الذي في الذمة. وطبعا وقوله وعوضه المعين بناء على أصل فقهائنا أن الثمن يتعين، أن الثمن أن النقدين يتعينان بالتعيين. قال وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، لا يجوز له التصرف لأنه احتمال أن لأن العقد ما زال جائزا فيجوز فسخه.
قال بغير تجربة المبيع، يجوز فقط أن يجرب المبيع، والمراد بالتجربة يعني معرفة صلاحيتها من فساده، والمراد بالتجربة أي الانتفاع كالسكنة ونحوها، فيجوز له ذلك. إلا عتق المشتري. نعم، قال كذلك إلا عتق المشتري فيصح كذلك، يعني لو قال بغير تجربة المبيع وعتق المشتري فإنها يعني مناسبة. يعني طبعا هو لماذا أتى بإلا هنا؟ لأن العتق متعلق بالمشتري وتجربة المبيع متعلقة بالمشتري والبائع معا، وعتق المشتري حينئذ ينجز. وتصرف المشتري فسخ لخياره. نعم، يقول الشيخ لو أنه خالف فتصرف فما الذي يترتب عليه؟ نقول يترتب عليه أمران. أمر الأول أنه أسقط حقه بالخيار، لأن تصرفه دليل على الرضا. كيف يكون التصرف؟ كأن يوقف العين، أو أن يهب العين، أو أن يرهن العين، أو أن يؤجر العين، أو أن يسوم العين. ومذهب يرون أن السوم من التصرف. إذن الأمر الأول مما يترتب على أنه إذا تصرف أنه يسقط حقه في الخيار. الأمر الثاني أن لصاحبه إبطال تصرفه، فصاحبه الطرف الثاني لنقول مثلا الذي شرط له الخيار، لنقول إنه البائع، له الحق أن يبطل تصرفه. فإذا رجع في عقده وقال أردت هذه العين فالوقف حينئذ يكون باطلا. وهذا معنى قول المصنف وتصرف المشتري فسخ لخياره، فحينئذ ينفذ تصرف المشتري، وأما تصرف البائع فلا ينفذ لأنه لم يرجع بعد فيه. النفوذ طبعا إذا كان الخيار له وحده نفذ مطلقا، وإن كان الخيار لهما معا فلا ينفذ إلا بإذن صاحبه. ومن مات منهما بطل خياره. يقول الشيخ ومن مات منهما بطل خياره، سواء كان خيار مجلس أو كان الخيار خيار شرط، فإن نوعي الخيار يبطلان بالموت، كذلك أيضا يبطل بتلف المبيع، فإذا تلفت العين فإنه يبطل. وهل يرثه ورثته بعده؟ نقول لا يرثه ورثته بعده الخيار إلا في حالة واحدة، وهو إذا طالب به. ولذلك عندنا الحقوق ثلاثة أنواع: حقوق لا تورث مطلقا، وحقوق تورث بشرط المطالبة، وحقوق تورث سواء طالب أو لم يطالب، طبعا ما لم يسقط حقه بالنفي. وهذه أنواع الحقوق الثلاثة ذكرها ابن رجب أيضا في القواعد. نعم. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. نعم، بدأ يتكلم الشيخ عن نوع الثالث من أنواع الخيار وهو خيار الغبن، وذكر المصنف خيار الغبن فقال إذا غبن في المبيع. قوله إذا غبن في المبيع أي في العين المباعة، سواء كان المغبون هو البائع أو المشتري سواء. قال إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. أريد أن ننتبه لمسألة في قضية الغبن. المعتمد المذهب كما ذكر في الإنصاف أن الغبن نوعان: غبن يثبت فيه الخيار من غير شرط، وغبن يثبت به الخيار إذا شرط. إذن أصبح نوعان في الغبن. نأتي بالأول وهو الغبن الذي يثبت به الخيار وإن لم يشرط. قال وهو الغبن الذي يخرج عما يتغابن به الناس عادة. الناس يتغابنون يزيدون لنقل 10% 20% أحيانا في بعض السلع، ويجري العادة به. بعض السلع تباع في أسواق وسط البلد أرخص ربما بثلث القيمة عن بعض الأسواق في أطرافها، وهذا واضح. فهذا من الغبن الذي يتغابن به الناس، وهذا لا يثبت به الخيار من غير شرط. النوع الثاني من الغبن خيار الغبن المشروط، وهو أن يقول الرجل المشتري للبائع أو العكس، يقول البائع للمشتري إذا كان هو لا يعلم الثمن أشترط أن لا أغبن. فالمذهب أنه يثبت له الخيار إذا بيع بأكثر من سعر المثل. انظر الفرق بين الصورتين: الأولى ثبت الخيار فيها مطلقا إذا زاد السعر عن ما يتغابن به الناس عادة، الثاني يثبت الخيار إذا زاد السعر عن ثمن المثل في البلد،
ليس المتغاب منه أقل مما يتغابر به الناس عادة. هذه المسألة نفهمها يكون جيدة. وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لا خلابه أنه من هذا النوع لأنه اشترط، فكل ما زاد عن سعر مثل يكون كذلك. طيب نعم. يقول الشيخ غبنا يخرج عن العادة. نعم عرفنا العادة أنها مردها إلى عادة الناس فيما يتغابنون به، وليس المراد بالعادة يعني سعر المثل إلا إذا اشترطه. ضرب مثالين. نعم. بزيادة الناجش، قال بزيادة النجش يعني إذا الناجش زاد في الثمن لأجل أن يغر المشتري الذي دخل في بيع المزايدة، فإنه حينئذ يثبت فيه الخيار، أو بامتناع الناجش ليضر البائع، وهذا سمى النجش العكسي. إذن فالنجش صورتان، إما بالامتناع من المزايدة أو المزايدة لمن لا يريد الشراء لأجل رفع سعرها. طيب في النجش ما الذي يثبت فيه من الخيار وكل وسائر الغبن؟ المذهب أنه الخيار بين أمرين، إما أن يأخذ السلعة بالثمن الذي غبن به، أو أن يرد السلعة ويأخذ الثمن الذي بذله، مخير بين أمرين فقط. واختار بالرجب، ولماذا قلت بالرجب خصصته؟ لأن صاحب الإنصاف ذكر أن ابن رجب يرجع إليه، وخاصة في كتاب القواعد في ضبط المذهب، لأنه رجح فيه بناء على الأصول، وهذا من أدق الترجيحات. وذكر ابن رجب أنه يخير بين ثلاثة أمور، الأمران السابقان، والأمر الثالث أنه يخير بأن يحط عنه فرق ما غبن به، فيجوز أن يقول لي الخيار أن أخذ فرق السعر فقط وإن لم يرضى الطرف الغابن، ولكن المشهور المذهب أنه مخير بين أمرين فقط. نعم. والمسترسل، قال والمسترسل، وفي معنى المسترسل من تلقى الركبان، فإنه يثبت فيه خيار الغبن. والمراد بالمسترسل هو الجاهل بالقيمة، وقيل إن المراد بالمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، لا يحسن البيع والشراء، وكلا الأمرين يعني مقبول في المذهب. الرابع خيار التدليس، الرابع من الخيارات خيار التدليس. المراد بالتدليس هو أن يعني يخفي صفات أو أن يظهر صفات، هذه الصفات يزيد بها الثمن، وبناء على ذلك فإننا نقول إذا كانت هذه الصفات التي أخفيت أو أبديت أظهرت يعني تصنعا لا يزيد بها الثمن فلا يثبت فيها الخيار، خيار التدليس. الأمر الثاني أننا قلنا إبداء أو إخفاء، أن المشتري إذا علم بهذه الصفات التي دلس بها فإنه لا يثبت له الخيار. كذلك نقول إن هذه التدليس، إن التدليس يثبت لمن تعمد إبداء إظهار صفات أو إخفاء صفات معيبة بقصد أو بدون قصد، فلا يشترط أن يكون قد تعمد التدليس، إذن فالتدليس ليس مقصودا. ذكر المصنف بعض الصفات التي ناسب فيها أو ظهر فيها التدليس. نعم. كتسويد شعر الجارية وتجعيده. نعم، قال كتسويد شعر الجارية. العرب قديما وأغلب الناس كانوا يعني يرون أن الجمال في سواد الشعر، والآن ذائقة الناس ربما تغيرت فأصبحوا يحبون الألوان عكس السواد، ولكن الجمال عند العرب بسواد الشعر. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه ربما كان بياضا، والبياض معيب لا شك، فتحتمل التسويد من البياض وتحتمل التسويد من الشقرة وغيرها. تعرفون الشافعي ذم الشعر الأشقر. قال وتجعيده أي جعله جعدا، بخلاف من كان مسترسلا الشعر، فهذا يختلف من حيث الصفات التي يرغبها الناس. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، قال وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى هي الرحى التي يطحن بها، وهذه الرحى قد تكون تحرك باليد، وقد تكون مما يحرك بالغروب. التي تحرك باليد أو بالدواب قد يجعل في وسطها ماء فيكون مثابة الزيت، فتحريكها حينئذ يكون أسرع. فإذا جعل في وسطها ماء وهو لا يدري صاحبها المشتري، ثم جعلت فيها الدقيق، فإذا بها سريعة التحرك يظنها أنها سهلة ليس فيها احتكاك وليست قديمة، فحينئذ يشتريها. هذا احتمال.
واحتمال أن تكون الرحى الرحى التي تكون على الأنهار تسمى الغروب، وهي التي تكلم عنها فقهاؤنا وأحمد تكلم هل يجوز الطحن بها أم لا إذا آذت المسلمين. هناك نوع من الرحى تكون تتحرك بالأنهر، وهذه موجودة في بلاد الشام بالذات وخاصة في حماة كما يذكرون، أنه يوجد بمثابة دواليب تتحرك مع الماء، وبتحرك هذا الماء تحرك أشياء أخرى منها ما يطحن به، فأحيانا قد يحبس الماء كثيرا على خلاف العادة، ثم إذا جاء المشتري أرسل الماء لكي يكون الطحن سريعا، فحينئذ يكون غاشا. وانظر هنا لما أتى المصنف بمثال لا نفهمه، يعني احتجنا إلى يعني كثير من التأمل لنفهم هذه الأمثلة، فالأمثلة تختلف. ولو أن المصنف أتى بالمثال الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أنسب، وهو حديث التصرية، فإن الأصل في خيار التدليس حديث المصرة، فالمصرة هي الأصل في هذا إثبات خيار التدليس. نعم. قال وإرساله على عند عرضها أي عرض الرحى. الأصل في خيار التدليس كما ذكرت لكم قبل قليل هو حديث المصرة. عندنا هنا في خيار التدليس مسألة، وهو أن التدليس يثبت عند فقهائنا على التراخي، فلا يلزم أن يطالب من دلس عليه في العين المبيعة وهو المشتري بالحق مباشرة، بل يجوز له أن يتراخى، إلا في المصرات وحدها فهي الوحيدة على المذهب التي يجب أن يطالب بها بعد 3 أيام من حين العلم، من حين العلم للحديث، فيرون أن التقدير ب3 أيام متعلق بالمصرة، ويبتدئ بالعلم، بالعلم أي بعلم التدليس، وليس من حين البيع. نعم. طبعا السبب يقول يعني ذكروا أسباب في محلها ذكرناه هناك. نعم. الخامس خيار العيب. نعم، بدأ بخيار العيب وهو من أهم الخيارات التي يرد فيها كثير من الأحكام، وهو ما ينقص قيمة المبيع. نعم، قال وهو ما ينقص قيمة المبيع أو ينقص المبيع نفسه، وهذا كله يسمى عيبا، إما نقص المبيع أو نقص قيمته معا، وهذا هو العيب. نعم. كمرضه. نعم، كمرض الدابة أو مرض غيره مما، وفقد عضو أو سن أو زيادتهما. قال وكنقص عضو من أعضائه أو سن، ذهاب سن أو زيادتهما، فيرون أن نقص العضو أو الزيادة يعتبر عيبا. وزن الرقيق وسرقته. قال وزن الرقيق وسرقته فإنه يعد عيبا أيضا، لأن زنا الرقيق يدل على عدم أمانته، وسرقته يدل أيضا على عدم أمانته في المال، والزنا عدم أمانته على الأعراض. وإباقه. قال وإباقه لأنه إباقه يدل على أنه قد يذهب من صاحبه. وبوله في الفراش. نعم، وبول الفراش لأنه يتلف الفراش ويفسده. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. نعم، بدأ يتكلم المصنف قال فإذا علم المشتري العيب. نبدأ هنا عندنا مسألة، وهو أن هذا العيب الذي عرفه المصنف بأنه ما ينقص قيمة المبيع أو قلنا ينقص المبيع، المرد في العبرة بالنقص إلى عادة التجار، فما عده التجار نقصا فإنه حينئذ يعتبر نقصا، وأما غيرهم من الناس فلا يعد نقصا. إذن العبرة بعد التجار أن هذا منقصا للقيمة، هذا واحد. الأمر الثاني أن الخيار في العيب يثبت بعد العلم، لأنه فرع عنه، فإذا علم بالعيب خير بين أمور. الأمر الأول أنه يمسكه بأرشه، يمسكه بأرشه يعني يأخذه ويأخذ الأرش. قال وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، بمعنى أننا نقول مثل ما ذكرت لكم في قبل الصلاة، كم قيمة المبيع؟ قيمته 10 التي اشتراها به، وقيمته الحقيقية 20، قيمة مثله 20، ثم نظرنا في العيب، فإذا العيب ينقصه 50% من قيمته، فبالعيب يباع في السوق 10 فقط، فحينئذ نقول لك الأرش وهو 5، لأنها نصف قيمة التي اشتريتها به. قال وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وذاك لا تقول إن الأرش هو نقص العيب من الثمن، وإنما هو القسط، لا بد من قسط. يستثنى من ذلك صورة واحدة، فإنه لا يكون فيه قسط هذا الخيار، وإنما لا بد من الرد، وهو إذا كان أخذ الأرش يفضي إلى الربا، فليس له إلا الرد وليس له الأرش. ومثلوا ذلك قالوا إذا اشترى حلي فضة بدراهم، ثم وجد في الحلي
عيب فإنه لا بد فيه من الرد ولا أرشله. الخيار الثاني قال أو رده، أي رد العين بنمائها المتصل دون المنفصل لأن المنفصل يكون ملكا له، وأخذ الثمن كاملا وليس للبائع حق أجرة، يعني أجرة المدة، وإنما عليه أجرة الرد. أعيدها مرة ثانية، إذا رد المشتري العين فإنه يردها بنمائها المتصل دون المنفصل ويأخذ الثمن الذي بذله كاملا. طيب، المشتري إذا كان رد العين يحتاج إلى أجرة فإنها تكون على البائع، إذا كان العين ردها له تحتاج إلى أجرة فإن على المشتري أجرة الرد لأنها في ضمانه، فحينئذ تكون عليه الأجرة، أجرة الرد. وأما أجرة المدة التي بقيت عنده فلا أجرة عليه، ليس عليه أجرة، بخلاف الغاصب فإن الغاصب إذا ردها ردها ورد معها أجرة المدة التي كانت عنده. نعم. وإن تلف المبيع أو اعتق العبد تعين الأرش. نعم، قال وإن تلف المبيع أو اعتق المشتري العبد تعين الأرش، وليس له حينئذ الرد لفواته. طيب، عندنا هنا يعني تفصيل مهم جدا في قضية إذا تلف المبيع. نقول إذا تلف المبيع فإذا له حالتان، إما أن يتلف المبيع كله أو أن يتلف بعضه. فإن تلف المبيع كله، فإن كان تلف المبيع بفعل المشتري فإنه يتعين الأرش لا شك، وإن كان تلف المبيع بغير فعل المشتري فإن كان البائع قد علم بالعيب وكتمه تدليسا فإنه حينئذ ليس له شيء ويجب عليه أن يرد الثمن كاملا. وأما إن كان البائع غير عالم بالعيب ولم يدلس فيه فإنه يتعين الأرش فقط. إذن بهذا التقسيم الثلاثي نستفيد أن هناك صورة خرجت من عموم الذي أطلقه المصنف. الحالة الثانية إذا كان التلف لبعض العين دون تمامها فإن المشتري مخير بين أرش العيب الأول وبين أن يرد العين على البائع مع أرش النقص الذي حدث وهو في يده. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام، كسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. نعم. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. نعم. يقول الشيخ إن من اشترى شيئا لا يمكن معرفة العيب إلا بكسره، كجوز الهند لأن عيبه يكون في داخله، وبيض النعام، قال فكسره فوجده فاسدا فأمسكه، يعني فأمسك هذا المبيع لأن له انتفاعا بقشره، قال فله الأرش، وإن رده رد أرش كسره. إذن هو مخير بين أمرين، إما الإمساك مع الأرش أو الرد مع رد أرش الكسر، لأنه لما كسرها أفسدها على صاحب الأصل، والبيض وإن كان فاسدا والجوز وإن كان فاسدا ينتفع بجرمه الذي لم يكسر، فقد يشق ويخرج ما في وسطه وينتفع بالخارج، وخاصة بيض النعام، بيض النعام لأن كبير ينتفعون به وكانوا يجعلونه في كثير من الأشياء، بخلاف بيض الدجاج فإنه صغير، وذلك مثل بيض النعام لأنه ينتفعون به انتفاعا كثيرا، من الانتفاع عند البادية عندنا قديما كانوا يجعلون فيه الماء، يشقونه ويخرجون يجعلون فيه الماء ثم يخفونه تحت التراب لأشهر طويلة، ثم إذا مروا مع هذا الطريق وجدوا ماء في هذا المكان، يعني يجعلون في وقت المطر فيجعلون في بيض النعام الماء فينتفع من بيض النعام وإن كان الذي في داخله فاسد. فهذا الرجل لما رد لصاحبه بيض النعام المكسور أفسده عليه، فيرد البيض مع أرش الكسر. قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، لماذا؟ لأن بيض الدجاج أصلا لا ينتفع به وحده، بخلاف بيض النعام فإنه ينتفع به في أشياء كثيرة. نعم. وخيار عيب متراخ. نعم، يقول الشيخ إن خيار العيب متراخي، بمعنى أنه ليس لازم من حين العلم كالشفعة وغيرها، بل إن العيب والتدليس والغبن كل هذه الأمور الثلاثة على التراخي، إلا نعم ما لم يوجد دليل الرضا. قال ما لم يوجد دليل الرضا، إلا أن يوجد دليل على الرضا كالتصرف بالعين المعقود عليها أو التلفظ بالرضا أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الرضا،
لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة ذكرتها قبل قليل، وهو في تدليس التصرية لورود النص، فإنه يكون 3 أيام فقط. صور الرضا يعني أن يتصرف به بعد العلم، كل تصرف بعد العلم فإنه يصبح رضا، وإن تصرف قبل العلم فليس برضا. الأمر الثاني إذا استعمله لغير التجربة، نص فقهاؤنا أن الاستعمال لغير التجربة دليل الرضا. نعم. ولا يفتقر إلى حكم. نعم، قال ولا يفتقر خيار العيب إلى حكم لأنه واضح. ولا رضا، ولا يحتاج إلى خصومة. قال ولا رضا، أي رضا الذي يرد عليه. قال ولا حضور صاحبه كذلك، فليس شرطا فيه في الفسخ إذا فسخ. وإذا فسخ حينئذ وكان صاحبه غير حاضر، فإن المال المعقود عليه يكون أمانة بيد المشتري. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه. يقول الشيخ وإن اختلف عند من حدث العيب بأن قال البائع اشتريته والعيب فيه، اشتريته وليس فيه عيب وإنما حدث عندك، وقال المشتري بل العيب قبل العقد، ولا توجد هناك بينة، ولا توجد هناك بينة مع احتمال صدق كليهما، فلو جزم بصدق أحدهما دون الثاني لطروء مثلا العيب فهذا يكون يدل على طروئه، إذن مع احتمال صدقهما جميعا ولا بينة لأحدهما، قال فقول مشتر مع يمينه، لأنه حينئذ هو المستأمن على المال، ولأن الأصل حينئذ عدم الطروء، عدم وجود العيب. نعم. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قوبل بلا يمين. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، يعني لم يحتمل وجود العيب إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، إما لوجود البينة أو لوجود الاحتمال. نعم، طبعا لوجود البينة يحكم بها مباشرة، أما الاحتمال فحينئذ يعمل به. من صور الاحتمال التي كانوا يمثلون فيها قالوا أن رجلا اشترى من آخر دابة ثم وجد في هذه الدابة رجل خامسة، هذا عيب عضو زائد، فهنا ما يحتاج إلى بينة، فالاحتمال قوي جدا أنها من الأصل، وهكذا من سائر الاحتمالات التي تدل على ذلك. السادس. نعم، بدأ المصنف بالخيار السادس وهو خيار التخبير بالثمن. خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. يعني هذا الخيار هو أن يقول الرجل البائع للمشتري بعتك بكذا وقد اشتريته بكذا، فبين بكم اشتراه، فهنا خبره بالثمن ثم بان أقل أو أكثر مما يعني بان مما خبره. طيب ما الحكم في ذلك؟ نقول إذا خبر البائع المشتري بالثمن ثم بان أن الثمن أكثر مما خبره به فإنه حينئذ يخير، وأما إن كان الثمن أقل فالمذهب أنه يحط الزائد ولا خيار له. صورة ذلك رجل يقول لآخر هذه السلعة دخلت علي بعشرة وسأبيعها عليك بعشرة، ثم بعد ذلك بان أنه اشتراها بإحدى عشر وقد أخطأ البائع، فالبائع بالخيار والمشتري أيضا الخيار، فالبائع بالخيار إما أن يفسخ والمشتري بالخيار كذلك أن يفسخ، قد لا يريد 11. الحالة الثانية أن يظهر أنها أقل، قال سأشتري بكم بالذي دخلت علي سأبيعها عليك وقد دخلت علي بعشرة فبانت أنها بخمسة، فمشهور المذهب أنه يحط الزائد ولا يثبت فيه الخيار، فحينئذ يلزمه أن يعطيه الخمسة، وإن كان البيع ليس من باب التخبير وإنما من باب المرابحة أو المواضعة التي سيذكرها بعد قليل فإنها تحط النسبة. نعم. ويثبت في التولية. نعم، قال الشيخ يثبت التخبير بالثمن في عقود التولية، وهو أن يبيعه برأس المال، يقول بعتك برأس المال ثم بان أقل أو أكثر، والشركة بأن يبيعه بعضه بقسطه. والمرابحة يعني قال اشتريت الجميع بكذا وسأبيعك بعضه بنسبته، والمرابحة هو أن يبيعه برأس الثمن مع ربح معلوم، وبيع المرابحة من أفضل البيوعات لأن فيه صدقا، فيقول البائع المشتري دخلت علي بكذا وسأربح عليك كذا، ففيها صدق وهي من أصدق البيوعات إذا صدق وبينا. والمرابحة إما أن يحدد له مبلغا من الربح فيقول مثلا دخلت علي بعشرة وسأبيع عليك بإحدى عشر، أو يحدد له نسبة يقول سأربح عليك 2% فقط بالذي دخلت به، سواء دخلت بعشرة أو ب12 طبعا، ثم يعرفان الثمن بعد ذلك، وهذه كلها تسمى نسبة مرابحة. والمواضعة قال والمواضعة عكس المرابحة،
وهو أن يبيعه بأقل مما اشتراها به، أي بوضيعة، أي وضع من الثمن. إذا ثبت خلاف ذلك ففي التولية والشركة على المشهور المذهب أنه يحط الزائد، وفي المرابحة والمواضعة يحط نسبته وقسطه. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. نعم، لا بد للمشتري أن يعلم قبل التفرق من المجلس كم رأس المال، فلو تفرق قبل معرفة رأس المال فالعقد غير صحيح لعدم العلم به. فلو قال بعتك بما دخلت عليه وتفرق من المجلس ولم يعلم بكم رأس مالها، فإنه حينئذ لا يصح عقد البيع ابتداء. وإن اشترى بثمن مؤجل، نعم، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمن حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. نعم، بدأ يذكر بعض صور التخبير، أنه قد يخبر بالثمن لكن يخفي بعض الصفات. فلو أن رجلا قال اشتريت هذه السلعة بعشرة وسأبيعها عليك بعشرة، ولكنه اشتراها بثمن مؤجل، فذكر المصنف أن للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، مع أنه لم يظهر أنه قد نقص أو زاد. لما؟ قالوا لأن من اشتراها بثمن مؤجل فهي أكثر من الثمن الحال، فالعادة أن الثمن الحال يكون أقل، والمشتري اشتراها بثمن حال. فالمصنف هنا مال أن من اشترى بثمن مؤجل وخبر بالثمن وباعها تولية أي بنفس الثمن، فإن للمشتري الخيار. هذا هو مشهور المذهب الذي مشى عليه المصنف، أو ليس مشهور، أحد الروايتين في المذهب. وأما مشهور المذهب الذي في المنتهى وغيره أن من اشترى بثمن مؤجل فإنه لا خيار له، وباع بتولية ونحوها فلا خيار له، فلا خيار له. الصورة الثانية قال إذا كان اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأصوله وفروعه وأبيه وأمه، فإنه أيضا لا يقبل تخبيره بالثمن، لأنه جرت العادة أن من اشترى من أصوله يحابيهم. دائما الواحد يشتري من أبوه ما يعادل 10 بـ100، أو يشتري من ابنه ما يعادل 5 بـ10، وهكذا يريد أن يربحهم ربحا زائدا عن ربح التجار، فحينئذ يعتبر له الخيار المشتري. قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، هذا واضح لكي لا يكون كاذبا في لفظه، تحيل. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، يعني أنه قال إنني بعت هذه الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، أي ليست من باب القسط، لأن هذا معناه أنه قد ربح ربحا كاملا وزاد على هذا الربح. قال فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، لأن هذه الأمور السابقة يعني ملحقة بالتدليس، بل بعض الفقهاء صرح فقال هو كتدليس الثمن. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يأخذ أرش اللعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. نعم، بدأ يتكلم المصنف عما يدخل في الثمن وما لا يدخل عند الرد، فقال وما يزاد في ثمن أو مثمن، نفس المعنى، يعني زادت قيمة الثمن، الذهب ارتفع أو السيارة ارتفع قيمتها، فإنه يلحق به. قال أو يحط منه في مدة خيار، مدة خيار المجلس أو خيار الشرط أو مطلق الخيارات السابقة، يعني نقصت القيمة أو ارتفعت فلا أثر له. قال أو يؤخذ أرشا لعيب، يعني أن هذه العين جاءها عيب، اعتدى عليها أو ثبت فيها عيب فأخذ عليه أرش، إما بناء على جناية، ذلك قال أو جناية عليه أو أرش عيب، فإنه يتبعه، وذلك قال يلحق برأس ماله، يتبع الأصل. قال ويخبر به، وحينئذ فيلزم أن يخبر به، وأما أنما المنفصل والاستخدام فلا يلزم الإخبار به. قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع، أي بعد انتهاء مدة الخيارين، لم يلحق به، أي لم يلحق بالعقد، وإن أخبر بالحال فحسن، لأنه يكون أتم في الصدق وأكمل. نعم. السابع خيار الاختلاف المتبايعين. نعم، هذا الخيار السابع وهو الأخير عند المصنف، وهو الخيار الاختلاف المتبايعين، وقوله المتبايعين أو من ينوب عن المتبايعين كورثتهما، فإن الورثة لهم حق هذا الخيار. والدليل في هذا الخيار ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وروي مرفوعا أنه قال إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا. ما معنى اختلاف المتبايعين؟ يعني أن المتبايعين كل واحد منهما يقول شيئا ويخالفه البائع الآخر. واختلاف المتبايعين 4 صور أوردها المصنف،
الصورة الأولى الاختلاف في قدر الثمن، والثانية الاختلاف في صفة المبيع، والثالثة الاختلاف في الشرط والأجل، والرابعة الاختلاف في عين المبيع، يعني عكس الأولى، عين المبيع وقدره. يعني صار عندنا يعني المفروض المصنف يقدم الرابع على الثاني لكن أخرها لمعنى. إذن أربع صور سنريدهم من كلام المصنف. نعم. فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. نعم. قبل ذلك نقول، يقول الشيخ أول صورة إذا اختلف في قدر الثمن، يعني قال البائع بعتها بعشرة وقال المشتري لا بل اشتريتها بثمانية، فاختلف في قدر الثمن، هذا قدر الثمن، وهذا الثمن لا بينة لأحدهما، فلو كانت بينة لأحدهما فيعمل بها. أيضا لو كانت البينة لهما معا فتعارضت البينات، فإذا تعارضت البينات فإنها تتساقط، ولا نقول يعمل ببينة الخارج. سيأتي معنا في باب القضاء أن مفردات المذهب أنه عند تعارض البينات تقدم بينة الخارج، خلافا للجمهور الذين يقولون تقدم بينة الداخل. هنا نقول لا تقدم بينة الخارج لأنه لا يوجد خارج ولا داخل، فكلاهما خارج وكلاهما داخل، فلا يوجد هناك مدعي ومدعى عليه حقيقة. الخارج والداخل كلاهما يصدق عليه أنه خارج وداخل لأن كليهما له مصلحة في الطلب. إذن فجعلنا هنا التعارض كلا بينة، ولذلك لما يقول بعض الناس إذا تعارضت البينات تساقطت، غير صحيح على المذهب، غير صحيح، وسنذكرها هناك باب القضاء، أنه إذا تعارض البينات لم تتساقط بل تقدم بينة الخارج، إلا في مواضع لا يوصف فيها الخارج مثل هذه المسألة، لا يوجد هناك خارج كهذه المسألة. طيب يقول وإذا اختلف في قدر الثمن وقلنا إنه لا يوجد بينة أو لهما بينة وتعارضت، حينئذ نقول كمن لا بينة له. والأمر الثاني إذا كان هذا الاختلاف بعد القبض. نعم. قال تحالفا، يعني كل منهما يحلف، لحديث ابن مسعود الذي ذكرته لك قبل قليل عند أبي داود وغيره، ثم بدأ يتكلم المصنف عن صفة الحلف. نعم. فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. قال يحلف البائع أولا وجوبا، يجب أن يبدأ البائع، فيقول ويقدم أيضا وجوبا النفي على الإثبات، لأن النفي هو الأصل في اليمين، الأصل في اليمين النفي وليس الإثبات، وهذا المذهب أنه وجوبا تقديم البائع ووجوبا تقديم النفي على الإثبات، فيقول ما بعت بثمانية وإنما بعت بعشرة. قال ثم، وهذا ثم تفيد الترتيب على الوجوب على المذهب، يحلف المشتري ما اشتريت بكذا، المثال ذكرنا ثمانية، وإنما اشتريته بكذا، ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بكذا، أي بثمانية على المثال ذكرناه قبل قليل. ولكود الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. قال وإذا تحالفا لم ينفسخ العقد بل باقي العقد، لكن يصبح لكل واحد من المتبايعين الخيار، يجوز لكل واحد منهما الفسخ، فإن لم يفسخا بل رضي، كل واحد رضي بالثمن الذي قاله، فهذا إسقاط لحقه. نعم. قال ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وأما رضي أحدهم بقول الآخر فحينئذ فقد صحح العقد. نعم. فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها. قال الشيخ فإن كانت السلعة تالفة، أي تلفت السلعة عند المشتري، رجع إلى قيمة مثلها. طبعا قوله إلى قيمة مثلها العبارة تحتاج إلى يعني قيد، والواجب أن نقول يرجع إلى بدلها، مثلي مثل أو قيمة غيره، أي غير المثلي. طيب المثليات على المشهور كما تعلمون هو المكيلات والموزونات فقط، وعلى ذلك فهي التي يجري فيها المثلية، وغيرها يعطى القيمة. نعم. أيضا يعني ذكر العلماء أن التحالف أيضا يكون حتى في عقود الإيجارات، فلو اختلف المؤجر مع المستأجر فقال أجرتك بعشرة والثاني يقول لا استأجرت بثمانية، يتحالفان، فإن كانت المدة قد انقضت فانقضاء المدة بمثابة تلف المبيع، فنقول حينئذ يرجعان إلى قيمة أجرة المثل فيعطيه أجرة المثل. نعم. قال رحمه الله فإن اختلف في صفتها فقول مشتري. هذا النوع الثاني من اختلاف المتبايعين، وهو الاختلاف في الصفة، أي اختلاف في صفة السلعة التالفة، لابد أن تكون السلعة تالفة. قال فقول مشتري، لماذا قدمنا قول مشتري؟ قالوا لأنه غارم، وحينئذ تكون يده يد أمانة. نعم. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا.
قال وإذا فسخ العقد باختيار أحد المتعاقدين ويكون هذا الفسخ بعد أمرين، بعد التحالف والاختيار. قال انفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا أي في حقيقة الأمور، لأن بعض الأحكام تتعلق بالظاهر دون الباطن، وبعضها تتعلق بالباطن دون الظاهر، مثل يسمون عقود التلجئة، عقود التلجئة كلها متعلقة بالباطن دون الظاهر، والحنفية توسعون بإعمال الظاهر دون الباطن عكس. طيب انفساخها ظاهرا وباطنا ينبني عليه ماذا؟ أنه يجوز جميع التصرفات في العين ممن يعني رجع الملك له. الأمر الثاني أن المتعاقدين إذا بان لأحدهما صدق صاحبه فإنه حينئذ لا يلزمه أن يعلم صاحبه بأنه قد أخطأ، ولا يلزمه أن يستحله، ما يلزمه استحلاله، وحينئذ فإنه ينفسخ ظاهرا وباطنا ولو كان كاذبا، ولو كان كاذبا. نعم، عندنا الانفساخ، الفسخ مر معنا أن الفسخ يعني عود ليس عقدا جديدا، وإنما هو عوده إلى ما كان عليه أولا. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. نعم، هذا الثالث من الاختلاف هو الاختلاف في الأجل والشرط. فقال الشيخ فقول من ينفيه، لأن الأصل العدم، فحينئذ يقدم قوله، وكل من قلنا القول قوله فلا بد من يمينه، وذلك فإن القول قول من ينفيه مع اليمين. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. نعم، هذا الرابع من أنواع الخلف الصفة هو الخلف في عين المبيع، يعني ما هي العين التي بيعت، أهي كذا أم كذا، أو قدره، كم مقداره، وهذا غالبا يكون قبل التقابض، فإنهما يتحالفان ويبطل البيع ويكون البيع باطلا. هذا ما ذهب إليه المصنف، وأما ما مشى عليه المتأخرون فإنهم يرون أن الاختلاف في عين المبيع أو قدره إذا تحالف فإن عفوا ليس فيه تحالف، وإنما القول قول البائع بيمينه، قالوا لأنه كالغارب. والحقيقة أن ما ذهب إليه المصنف هو الأنسب، لأن الاختلاف في عين المبيع شبيه بالاختلاف في قدر الثمن، ونحن هناك قلنا إنهم إذا تحالفا فإنه يفسخ، ينفسخ العقد إذا يعني لم يرضى أحدهما بقول صاحبه، وأما هنا فيتحالفان كذلك، ولكن لم نقل إنه ينفسخ بإرادة أحدهما بالاختيار، وإنما يبطل لأنه مجهول عين المبيع، وكل ما كان المبيع فيه مجهولا فيكون باطلا. إذا فقول المصنف أنسب من قول بعض المتأخرين على أصول مذهب أحمد. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب. بدأ يتكلم المصنف فيما إذا وجد الخيار ثم اختار كل واحد من اختار من له حق الخيار، إذا اختار من له حق الخيار الفسخ، فإنه يجب حينئذ أن البائع يرد الثمن والمشتري يرد العين. هنا بدأ يتكلم المصنف عن مسألة يقع فيها اختلاف بين المتعاقدين، وهو إذا أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، يقول أعطني أنت أولا، فكل واحد يقول أعطني أنت أولا. هذا الحكم ليس متعلقا بنوع الأخير من الخيار، وإنما متعلق بجميع أنواع الخيار السابقة كلها. نعم، بين المصنف رحمة الله عليه أنه له إذا أبى كل واحد منهما تسليم ما بيده له أربع حالات، فبدأ بالحالة الأولى فقال والثمن عين، أي إذا كان الثمن معين فإنه ينصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، أي ينصب رجل عدل يرضيانه، وهذا العدل يقبض منهما جميعا ويسلم المبيع ثم الثمن، أي يسلم المبيع للبائع ثم يسلم الثمن للمشتري. وقدم البائع هنا في التسليم لأن القبول منه ابتداء، فناسب أن يكون الرد إليه كذلك. نعم، الحالة الثانية وإن كان دينا حالا أجبر بائعا ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس. نعم، قال وإن كان الدين حالا، يعني كان الثمن دينا حالا، أجبر بائع على التسليم ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، يعني أنه يجب عليه أن يسلمه ابتداء إذا كان الثمن في المجلس، وإلا سيأتي بعد قليل في الحالة الثالثة.
وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. نعم، قال وإن كان غائبا في البلد، أي كان البائع غائبا في البلد، قال حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. طبعا إذا كان المشتري، نعم، إذا كان المشتري غائبا في البلد فإنه يحجر عليه في المبيع لكي لا يمنع التصرف فيه، ويحجر عليه في بقية ماله حتى يحضره، أي حتى يحضر المبيع لكي لا يتصرف التصرف الذي يضر بالبائع. الحالة الرابعة، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ. قال وإن كان غائبا، أي باء المشتري بعيدا عنها، أي بعيدا عن العين، قال والمشتري معسر فللبائع الفسخ، وذلك لتعذر ثمن المثل، فحينئذ فله الفسخ. نعم. ويثبت الخيار للخنف في الصفة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثامن من أنواع الخيار، وهو الخيار للخلف في الصفة، وذلك إذا كان قد اشترط عليه صفة معينة في البيع فإنه حينئذ يثبت الخيار في بيع الموصوفات. فيقول الشيخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة، أي الصفة المشروطة في بيع الموصوفات دون ما كان مبيعا معلوما برؤية، لأن الصفة قد تكون علمت برؤية وقد تكون علمت بالصفة. قال وتغير ما تقدمت رؤيته، إذا كان هذه الرؤية تلك لأنه علم في بيع الموصوفات وهنا بالرؤية، فإن كانت قد تقدمت الرؤية ثم تغيرت العين المبيعة فإنها تثبت فيه، يثبت له الخيار أي المشتري. من الخيار الخلف بالصفة، وقد تقدم المصنف ذكره قبل وكان الأنسب أن يذكره هنا، ما كنا قد وقفنا عليه قبل الأذان بقليل، وهو إذا باعه ما يذرع على أنه عشرة، إذا باعه ثوب على أنه عشرة أذرع فبان أقل أو أكثر. من المناسب لو أن المصنف أوردها تحت الخلف بالصفة لكان مناسبا، لكي يكون هذا من باب خلف الصفة فيكون الخيار لهما معا، لأن خلف الصفة أحيانا تكون للمشتري وحده وقد تكون للمشتري والبائع، وصورتها ما أوردها المصنف متقدمة، وذلك بعض المتأخرين أورد تلك الصورة في هذا المكان. نختم هذا الباب بمسألة وهي قضية الخيار المهم، وهو خيار فقد الشرط الصحيح، والمصنف لم يتكلم عنه في باب الشروط في العقد، مع مناسبة أن يذكر الحكم هناك أو أن يذكره كخيار. فإن من شرط على غيره شرطا صحيحا ثم تخلف هذا الشرط فإنه يكون له الخيار بين أمرين، إما بين إسقاط حقه وإمساك العين، وبين الفسخ، وبين الفسخ إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان قد اشترط صفة معينة، فيكون له الخيار بين ثلاثة أمور وهو النوع الثامن، فيكون مخيرا بين الإمساك وبين الفسخ وبين أرش فقد الصفة، وبين أرش فقد الصفة. إذن النوع التاسع يشمل الثامن وزيادة، ولكن ينقسم إلى قسمين. عندنا في هذا الشرط مسألة مهمة، أن الشروط التي تعقد في العقد تقدم معنا أنها ثلاثة أنواع: صحيحة وفاسدة تبطل العقد، وفاسدة تبطل وحدها دون أن تبطل العقد. الشرط الصحيح إذا اشترط في العقد ثم لم يوفى به حكمه ما ذكرت لكم قبل قليل، أن من له حق، من شرط لمصلحته الشرط مخير بين أمرين إلا شرط خلف الصفة، فهو مخير بين ثلاثة أمور. طيب، إن كان الشرط يبطل العقد فالعقد ينعقد فاسدا. الحالة الثالثة، إذا اشترط في العقد شرط فاسد يفسد وحده دون العقد، فإن كان قد شرطه وهو عالم بفساده فالشرط فاسد ولا أثر لتخلفه، وأما إن شرطه وكان غير عالم بفساده فالمذهب أنه يفسد ولا أثر لعدم الوفاء به. وذهب الشيخ تقي الدين وهو ما مشى عليه الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي أن من اشترط شرطا فاسدا لا يفسد العقد ثم تخلف ذلك الشرط فإن لمن اشترطه حق الخيار إذا كان غير عالم بفساده.
قال لأنه ربما كان له غرض صحيح من ذلك، ولما فات عليه الغرض فيجب أن نثبت له الخيار، فقد يكون يعني غرضه من إنشاء العقد هذا الشرط، وهذا الذي مشى عليه الشيخ مرعي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وإن كان المتأخرون يجعلون العبرة بالشرط الصحيح دون ما عداه من الشروط. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، وخاصة في القضاء، فكثيرا ما يشترط شروط فاسدة ويقول أريد الخيار لفسخ العقد لعدم لإفساد هذا الشرط، فأنت تضرني إذا أنجزت هذا العقد مع إلغاء هذا الشرط. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا هذا الفصل. إن شاء الله الفصل الدرس القادم نبدأ بالقبض المبيع، ثم نبدأ بكتاب الربا أو باب الربا بمشيئة الله عز وجل. الدرس القادم إن شاء الله عز وجل بعد الحج. هذا أخونا يسأل عن الأرش المعمول فيه في نظام حوادث المرور. الأرش الذي يتعلق بحوادث المرور ليس بابه هنا، وإنما يتكلم عنه في باب الغصب، وسيأتينا باب الغصب بعد 3 دروس إن شاء الله بالتمام، سنتكلم عن حوادث المرورية. هذا التورق اجعله بعد قليل. قال إذا كان الإجاب صدر ممن تلزمه الجمعة قبل الأذان الثاني، والقبول صدر ممن لا تلزمه بعد الأذان الثاني، فما الحكم؟ ظاهر كلامهم أنه يصح العقد. يقول على المذهب وقت الجمعة يبدأ من أول وقت صلاة العيد، فما السبيل للمكلف الساكن بعيدا عن المسجد لمعرفة وقت النداء الثاني ليمتنع عن البيع؟ نقول العادة المساجد تعرف متى يعني المرء يدخل، متى يدخل الخطيب، فبعض المساجد تعرف أنه يدخل في وقت الفلاني، تكون لهم عادة أهل البلدان، والعبرة بالظن هنا. يقول ما حكم العربون قبل العقد؟ العربون قبل العقد يكون وعد ليس بملزم، وأما العربون الذي هو عقد فيكون ملزما. ما الفرق بين الصورتين؟ قبل العقد يقول خذ هذه 5000 غدا سآتيك لأنشئ العقد، فهذه من باب الوعد، هذا جزء من الثمن لكن لم نعقد العقد، هذا لا يكون ملزم. الثانية يقول بعتك واشتريت منك وهذه 5000 لك لنا أسبوع، إذا لم آتك بالثمن فالخمسة لك. هذه من مفاريد المذهب أنها تجوز لقضاء الصحابة، قضاء عمر رضي الله عنه قضى بها بين الصحابة، فيقول هذا ليس من تعليق العقد على شرط بعتك إن جئت بالثمن، وإنما تعليق للفسخ على شرط لورود النص به. هذا أخونا يقول شرط الضمان على السلع لا سيما الأجهزة الكهربائية المعمول به الآن في السوق، إذا كان الجهاز كالثلاجة جديدا عرفا ونظاما، هل يعمل بهذا الضمان ويصلح البائع الجهاز إذا بان به عيب في مدة الضمان؟ فما تخرج ذلك فقها وشرعا؟ وهل هو داخل في المسلمون على شروطهم؟ وكيف يضمن شيء غيبي في المستقبل الذي هو من علم الله مع أن الضمان لا يشمل سوء استعمال المشتري؟ نقول هذا الضمان يشمل أمرين، الأمر الأول العيب الذي يكون مؤثرا عند وجود العقد، كأن يكون الآلة لا تعمل أو يكون فيها كسر، فهذا لا شك أنه ثابت وإن لم يوجد ضمن، لأنه ثابت فيه الخيار ابتداء، وصاحب الحق مخير بين رد السلعة أو الأرش أو استبدالها بالبدل كما يفعلون أصحاب المحلات. الحالة الثانية التي تعملها الشركات الآن، وهو أنه يقول أضمن لك إذا استخدمتها فترة ثم تلفت، وكان هذا التلف ليس بسبب سوء الاستعمال وإنما بسبب الاستعمال المعتاد، هذا يسمونه نوع من أنواع الضمان. وضمان ما يحدث في المستقبل يجوز، وهو عقد منفصل عن البيع، فحقيقة صاحب المحل التجاري أنه قال جمعت لك عقدين، عقد بيع وعقد ضمان، عقد بيع وعقد ضمان، فهو جمع عقدين في عقد واحد، وجمع العقدين في عقد واحد من غير شرط يجوز عند فقهائنا حتى مع الشرط على قول الشيخ تقي الدين. لكن بقيت عندنا مسألة، وهو أن ابن المنذر حكى الإجماع إلا خلاف إسحاق بن راهوية على أن الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ونحن نعلم أن هذه الضمانات التي تأتي من المحلات التجارية لها قيمة من باب تفريق الصفقة، بدليل أنك تشتري الثلاجة من سوق ومن محل أرخص من المحل الثاني، تسأل الغالي لما؟ قال لأن عليها ضمانا، فهو يقر أن هذا الضمان أنه زاد في الثمن لأجل الضمان، فهل يتجوز في ذلك أم لا؟ نقول في الحقيقة ربما يتجوز فيه، لأن هذا من باب الضمان التبعي، فيجوز أخذ الأجر من باب التبع لا من باب الاستقلال،
ولما تكلمنا عن مسألة الحمل قلت لكم أن المذهب لها ثلاث صور. الشيخ تقي الدين يقول يجوز مطلقا بيع الحمل مع أمه وإن نص على تفريق الثمن، وقول الشيخ تقي الدين في ذلك متجه وقوي. وذكرت لكم في باب أول معاملات هنا أو غيرها أن العمل عند أغلب الناس الآن على الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد، الذي ينتصر الشيخ لكثير من مفرداتها، ليس لجميعها وإنما لكثير من مفرداتها. يقول: هل يجوز أن أستأجر طباخا يعمل في مطعم خارج دوامي وبعد مطعمي ويبعد وبعد مطعمي عن مطعمه بعيد؟ يعني نعم يجوز، لأنه وقته ويجوز له ذلك. إن كان صاحب المحل الأول قال له لا تشتري لا تعمل عند غيري، فالمذهب أقول لك على المذهب لأن المسألة فيها خلاف أن شرطه هذا باطل، لأنه اشترط في شيء ليس له غرض فيه صحيح، ليس له الحق أن يمنع غيره من ذلك. يقول: بناء على تخريج ابن رجب في أنه يحق للمغبون إسقاط ما غبن به، فهل يسقط إلى قيمة المثل أم ماذا؟ لا، بالنسبة كم يعني الغبن المعتاد، ليس قيمة المثل، وإنما الغبن الذي جرت عادة الناس بالتغابن به. نحن لم نقل قيمة المثل إلا إذا كان بشرط، وأما إذا كان بدون شرط فخيار الغبن يثبت بما يتغابن به الناس عادة. هل المذهب يجوز اشتراط خيار الشرط؟ هل المذهب يجوز خيار الشرط في مدة الخيار المجلس؟ نعم. وإذا كان ذلك فمتى تجب المدة؟ متى تحسب المدة؟ تحسب من حين العقد، لأنهم يجب عند المذهب يجب أن تكون المدة من حين العقد، تلي العقد وخيار المجلس دقائق. هذه فائدة من أخونا الشيخ حيدر. يقول: في مسألة إن أحرم بفرض في وقته المتسع له ثم قلبه نفلا فهل يصح أم لا؟ قال: صح، وقال في غاية المنتهى له الشيخ مرعي: ويتجه ولو بوقت نهي انتهى. طبعا قال في شرح الغاية الذي هو الرحيباني: لأنه ليس ابتداء صلاة، وإنما هو استدامة لها، ومقتضى الهداية عدم الصحة. ثم قال المحشي على شرح الغاية: أقر الشارح، يعني به الرحيباني، هذا الاتجاه، وقال الإطلاق وقال لإطلاق عبارتهم. ثم ذكر جزاه الله خير أنه قد صرح به الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع في كتاب الصيام. هذه فائدة جزاه الله خير مفيدة، ولم أكن قد انتبهت إليها في ذلك المحل، فتثبت في محلها مناسب هناك. جزاه الله خير الشيخ، ومن بركة العلم أن تنسبه لأهله دائما. من أفادك بفائدة من بركته لكي تبقى في نفسك ما تنساها، ولكي تبرأ من عهدة يعني أنك تنسب العلم لأهله، ما تتشبع بما لم تعطى. كل من أفادك بفائدة فقل فلان هو الذي أفادني إياها. وهذه جزاه الله خير أخونا، جزاه الله خير. هذا أخونا يقول: لم أفهم كيف يحسب الأرش، شرحتها مرتين قبل قليل فلا أدري، يعني الأرش أعيدها مرة ثانية بسرعة. الأرش بسرعة ما هو؟ رجل اشترى سلعة بعشرة ثم وجد في هذه السلعة عيبا، هذا العيب كم ينقص من قيمتها؟ قالوا: ينقص نصف القيمة. إذن حينئذ نقول يرد له نصف الثمن وهو خمسة، هذا باختصار. كيف عرفنا أنها تنقص نصف القيمة؟ نقول: نأتي بالسلعة ونقول كم قيمتها سليمة، قيمتها سليمة بعشرين، لأن هذاك باعه بثمن أقل، قيمتها سليمة بعشرين وقيمتها معيبة بعشرة، إذن أنقصتها كم؟ النصف. هذه النسبة، هذه النسبة ننزلها على ما تعاقد به من الثمن، وهذا هو الأرش. لكن لا نقول إن الأرش قيمة العيب وحده، لأن قد يكون قيمة العيب وحده بقيمة الثمن كامل. طيب، يقول: ما حكم الغبن الذي لا يخرج عن العادة؟ هل هو حرام على المذهب؟ يقولون: إذا كان الشخص الذي المغبون لا يعلم بالسوق وبسعره فلا شك أنه لا يجوز، لأنه من غش المسلم. وأما إذا كان يعلم بالسوق ومن التجار فغبنه غير متصور، لأنه عالم بالسوق، وأما غير العالم فلا يجوز التدليس عليه ولا يجوز غبنه. ما حكم تلقي الركبان على المذهب؟ تلقي الركبان على المذهب حرام وليس مكروها. طبعا هم يفرقون بين تلقي الركبان في الخيار وبين بيع الحاضر للباد، هذا التورق يعني بالها شرح طويل جدا. يقول: إذا تبايع رجلان بعد النداء الثاني ومضى كل واحد في طريقه، فما الذي يترتب عليهما بقولنا إن العقد باطل؟ قولنا إن العقد باطل يعني يجب عليهما أن يتفاسخا
عفوا ليست فاسخة، أن يرد كل واحد السلعة لغيره وينشئ عقدا جديدا. وأما إذا ذهب كل واحد لطريقه فهم بنوه على ظنهم، وحينئذ نقول ظنهم أن العقد صحيح، حينئذ يصح. طبعا في رواية في المذهب ومال لها ابن قدامة أن البيع في المسجد والبيع بعد النداء الثاني كذلك يصح، لكنه مع التحريم. حينئذ نقول على القول الثاني مراعاة للخلاف بعد الوقوع فيصح بيعهم. رجل اشترى من آخر سيارة وتفرق ولزم البيع، ثم تنبه المشتري على أن السيارة يصنع منها نوعان بمكينة كبيرة وأخرى صغيرة، فرجع البائع وطلب الإقالة لأنه إنما اشترى أنها كبيرة، فهل له الخيار؟ مدام نص على أنها كبيرة فله الخيار، وأما إن لم ينص فحينئذ يكون اختلاف بينهما، فلا بد من الرفع للقاضي، دائما يحتاج إلى رفع قاضي لأجل الخصومة. يقول: العقود المحرمة نوعان، اشتراط عقد على العقد، والثاني ما هو؟ جزية الجنة. لا يا شيخ، ما قلت أن العقود المحرمة كذا، ما قلت هذا أبدا، العقود المحرمة كثيرة جدا، وإنما قلت الشروط التي تعود على العقد بالبطلان نوعان، الشروط المحرمة، والنوع الثاني الشروط التي تخالف حقيقة العقد. والشروط المحرمة ثلاثة أشياء: اشتراط عقد في عقد، واشتراط بيعتين، اشتراط عقد في عقد، واشتراط شرطين في عقد، والأمر الثالث اشتراط التعليق، تعليق العقد على العقد. وأظن تكلمنا عن هذه الأمور الثلاثة كلها في من كلام المصنف. طيب، يقول: هل لصاحب الشركة أن يشترط على الموظف الذي عنده أن لا يعمل لحسابه أو عند شركة أخرى في الوقت الذي ليس من دوام؟ ليس له ذلك إلا في حالة واحدة كما قال الشيخ تقي الدين، إذا كان له غرض صحيح، مثل أن يكون العمل يضر به. بعض الناس قد يكون فيها سر مهنة فيقول لا تعمل هذه المهنة، لكن إذا لم يكن فيها ضرر به فالشرط فاسد ولكن العقد صحيح. يقول: ما هي قاعدة المذهب فيما يكون الخيار فيه على التراخي وما يكون على الفور؟ الأصل في الخيار عندهم أنه على التراخي بشرط عدم وجود الدليل على الرضا. ما يكون على الفور إلا ما ورد النص به كالشفعة، وقد روينا في الخبر وإن كان لا يصح عند ابن ماجه أنها يعني كالقيام من العقال أو نحو ذلك، فالأصل أنها على التراخي وليست على الفور كل أنواع الخيار. يقول: المبيع الذي به عيب إذا تلف. احنا تكلمنا أن المبيع إذا كان فيه عيب ثم تلف فله حالتان، إما أن يكون التلف لجميعه أو أن يكون التلف لبعضه، وأن التلف إذا كان لجميعه فله حالتان، إما أن يكون من البائع وإما أن يكون من المشتري، أو عفوا إذا كان من البائع أو يكون من غير البائع، من المشتري أو من غيره. وإذا كان من غير البائع فله حالتان، إما أن يكون البائع قد علم بالعيب والتدليس بالعيب فيكون مدلسا فلا خيار له، وإما أن يكون غير عالم فليس له إلا العرش. هذه الحالات أصبحت كم صارت؟ حالتان، والحالة الثانية فيها صورتان، وكم طلعت يعني ثنتان ثلاث أربع، أربع صور صارت، أربع صور. هل إذا حرم الوطء حرم دواعيه؟ نرجو توضيح قاعدة المذهب. نعم، نصوا عليه بهذه القاعدة: إذا حرم الوطء حرم الدواعيه إلا في صور معينة، وهو الحيض، الوطء في الحيض، ما عدا ذلك كلهم قاعدة عندهم أنه يحرم، إلا في حالة أيضا إذا كان في بعض الصور إذا أمن ما يفضي إليه، مثل ما ذكروا في يعني الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل صائما، قالوا لأن التحريم هنا من باب الوسائل فهو محرم، لكن جاز استثناء لما أمن ما أفضى إليه. ذكرت لكم قاعدة ما حرم لذاته وما حرم لغيره في أول الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.